أنا الشاب صحراوي في مخيمات سندو في جنوب الجزائر، تضامن مع ذلك الشاب اللي ظهر في التسجيل وعبر وسائل الإعلام من غرف اللاجئين يستنكر فساد قيادة البوليزاري، وأنا بدوري استنكر كذلك تصرفات قيادة الجبهة جارفنا على صدورنا الرعين السرنة بأنها تتاجر مصيرنا لتستفيد هي وأبنائها وعائلتها. وأقول كذا وكذا من سياسة التخوين التي تنعت بها البوليزاريو، تنعت بها البوليزاريو كل من عارض لها السياسة الظالمة. وأقول للشباب الصحراوي بأنه حان الوقت لإماطة الإذام عن وجوهنا من أجل الانتصاب ضد هذه القيادة الهرمة، وأدعو الجميع للتعبير عن رفضنا لهذه القيادة ولو بتسجيل بسيط عبر الإنترنت. العشرة والنصف، نشرة الأخبار مباشرة من قناة العيون، أهلا ومرحبا بكم. ذكرت الحركة الشعبية خط الشهيد أن نشطاء صحراويين أقدموا أمس الثلاثاء بمخيمات تندوف على رفع أعلام مغربية وتوزيع مناشير مؤيدة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء في إطار السيادة المغربية. وقالت الحركة في بيان أوردته بعض المواقع الإخبارية الموريتانية إنه لأول مرة في تاريخ البوليساريو ترفع أعلام مغربية ومناشير تنادي بتأييد الحكم الذاتي. المزيد في تقرير سركي زبينة. لم يكتفي سكان المخيمات بسرد معاناتهم فحسب، بل تجاوزوا ذلك للوصول إلى حدث هو الأهم من نوعه في تاريخ سكان هذه المخيمات. فالسكان استيقظوا أمس الثلاثاء على وقع حدث رفع أعلام مغربية وتوزيع مناشر مؤيدة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء يدعو إلى سيادة المغرب على المنطقة. حدث تاريخي لأول مرة شهدته عدة أماكن متفرقة من المخيمات، وقد تركز رفع هذه الأعلام المغربية وتوزيع المناشر في الأحزمة الرملية المحيطة بالمخيمات. وكانت المناشير قد وزعت وتتضمن دعوة لوضع حد لمعاناة سكان مخيمات الإحمادة بحسب وصف هذه المناشير، وهي مناشير موقعة باسم مجموعة شباب بالمخيمات تطلق على نفسها بركات للتعبير عن رفضها للجوء والتشرد طيلة 40 عاما. في مقابل ذلك جوبها المتظاهرون بحملة تمشيطية لنزع هذه الأعلام وجمع المناشير، كما تمت هناك ملاحقات وعمليات تخللتها اعتقالات لمجموعة من الشباب الساخطين على الوضع المزري. ويرى المراقبون أن هذا التذمر الذي يعم أوساط المخيمات هو حصاد سياسة القيادة الفاسدة المدعومة من الجزائر. من الأوضاع المزرية بمخيمات تندوف إلى التنمية بالعيون، كبرى حواضر الجنوب التي تشهد هذه الأيام زخما كبيرا من الأوراش التنموية الكبرى، المحطة الطرقية، فضاء مسعد، المكتبة البلدية والمحاور الطرقية الكبرى بالمدينة، مشاريع إلى جانب أخرى بتأطير ودعم من الجماعة الحضرية للعيون. سلك رحال والتقرير عن اللمسات الأخيرة لعدد من تلك المشاريع. الأشغال على قدم وساق بعدة محاور استراتيجية بمدينة العيون. ساحة مساعد أكبر فضاء مفتوح بالمدينة واللمسات الأخيرة لورش واعد يخدم السكنة المحلية. فضاء سيرى النور قريبا في متم هذه السنة، فاتحا المجال أمام الشباب والنساء والمثقفين والسياح وزوار المدينة لاكتشاف هذا الإنجاز المتميز الذي بلغت تكلفته المالية مليارات السنتيمات. فضاء متعدد الاختصاصات، قاعة استقبال كبيرة ومسرح كبير وفضاء للمعارض والمؤتمرات، تؤسس جنباتها أيضا قاعات ومقاهي ومحلات تجارية. مشاريع كبرى تشهدها المدينة اليوم بالعيون السفلى والعيون العليا ومختلف الأحياء يكتمل آخرها متم 2015. بالإضافة إلى ساحة مساعد تحتل المكتبة البلدية ومحاورها المجاورة أهمية بالغة في تلك الأوراش الواعدة،
صرح كبير سيرى النور قريبا هو الآخر خلال نهاية هذه السنة بحسب القائمين عليها. وقد تم مؤخرا تجهيز المناطق المجاورة له بمشاريع موازية ستحول ساحة البوليغون إلى فضاء كبير متعدد المشاريع والأوراش، أوراش تستبقها تهيئة طرقية لعدد من المحاور الطرقية بالمدينة، مشاريع كلفت ميزانية المجلس البلدي للمدينة ملايين الدراهم في مسعى لتحسين صورة وجمالية المدينة لتتبوأ مكانتها ضمن أزهى المدن النظيفة بالجهات الجنوبية الثلاث والمدن المنظمة على المستوى الوطني. وكذلك مثالا على المدن المشجعة على الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث تتوفر مختلف الشروط المشجعة على الاستثمار الأمثل في مشاريع تساهم في التخفيف من حدة البطالة وفي إنعاش الاقتصاد المحلي. قام صباح أمس الثلاثاء وفد رسمي هام على رأسه والي جهة وادذاب القويرة وعامل إقليم أوسرد ومدير وكالة الجنوب قاموا بزيارة إلى المركز الحدودي الكرقارات للوقوف على تفاصيل مشروع إعادة تهيئة هذا المعبر الحدودي الذي يعتبر من أهم الركائز الاقتصادية على مستوى الإقليم. مكونات المشروع تروم تعزيز الخدمات المقدمة وتسهيل عملية العبور. كما قام نفس الوفد بزيارة قرية صيد المهيريز حيث اطلعوا على مخطط تهيئة بقعة لفائدة البحارة. غالي القرحي ومحمد يداسر. مشروع إعادة تهيئة المركز الحدودي القرقرات رؤية متكاملة لمستقبل بوابة المغرب الجنوبية على القارة الإفريقية. مكونة هذا المشروع تضم تجهيز المركز بمجموعة من الخدمات كشبكة التطهير السائل والماء الصالح للشرب، الإنارة وشبكة الهاتف. ولتحسين ظروف العمل بهذا المعبر ينتظر إنجاز بناية إدارية للمصالح العاملة هناك، بالإضافة إلى منطقة سكنية وتقوية وتوسيع الطرق وتعزيز وسائل المراقبة. وقد انطلقت الأشغال بالشطر الأول من هذا المشروع عبر تمرير ثلاث صفقات بلغت كلفتها 18 مليون درهم. مكونات ديال المشروع تضم بنايه اداريه راه تحتضن جميع المصالح العامله، كذلك غادي نزود المركز بجميع الابراج ديال المراقبه بداخله، ونقوم بتزويده بمختلف الشبكات التطهير السائل، الماء الصالح للشرب، الهاتف، الاناره العموميه. وضعيه المشروع الى حد الان كاين ثلاث صفقات اللي تم التمرير ديالها بواحد الكلفه اجماليه ديال 18 مليون ديال الدرهم، وتتهم تقويه وتوسيع الطرقات، بناء السياجات الحائطيه. من سنه اخرى يشهد هذا المعبر تطورا في المبادله التجاريه بين المغرب والدول الافريقيه الشقيقه. والتهيئه ديال هذا المعبر ان شاء الله غادي تتحسن ظروف العمل ديال الجمركيين وديال جميع المصالح العامله بهذا المعبر، كما انها تتحسن ظروف استقبال العابرين لهذا المعبر. وفي مقر الملحقة الإدارية للمركز الحدودي القرقرات عقد اجتماع تم خلاله التركيز على أهمية مشروع إعادة تهيئة هذا المركز الحدودي والتأكيد على ضرورة مواكبة الارتفاع الذي يعرفه تدفق البضائع والمسافرين من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات وتسريع المعاملات وضمان انسيابية العبور. أهمية استراتيجية بالغة تكتسيها البوابة الجنوبية للمغرب من منطلق عمق العلاقات المغربية الإفريقية في مجالات عدة، بالإضافة إلى الدور الاقتصادي المهم لهذا المعبر. ما أثار انتباهي في هذه النقطة الحدودية من الجنوب هو تقنيات تنظيمية مهمة بالنسبة للمصالح الأمنية. هناك تسجيلات بالنسبة للأجانب وهي مهمة للتعرف على من يدخل ويخرج بهذه المنطقة، وهذه إجراءات مهمة بالنسبة لنا كسياح من أجل تأمين أنفسنا. إنها إجراءات مهمة ونشكرهم على التعاون. لا إجراءات زينة، أنا كنت في موريتانيا وجيت من هذه الإجراءات زينة مسهلة ما فيها صعوبات ومزيانة، من قد الديوان ومن قد البوليس ومن قد الجندرمية ما فيها صعوبة ومتيسرة، مع تقريبا أربع ساعة والله نص ساعة اللي فوتنا فيها الإجراءات. خاصة شوية بحال السكنة من أحد إلى جاء من النبات يعود مع قرات بيوت ديال النبات هو اللي مازال ناقصة شوي. وقد قام والي جهة وادي ذهب القويرة وعامل إقليم أوسرد والوفد المرافق لهما بإجراء جولة ضمن المرافق الإدارية للمعبر ومعاينة عمليات التسجيل والتفتيش والمراقبة التي تقوم بها المصالح الأمنية والجمركية، والوقوف على أهم التجهيزات والوسائل التي تم توفيرها لتسهيل عمليات العبور.
المركز الحدودي القرقرات يعد من أهم بوابات المغرب على إفريقيا، مركز يشهد حركة غير عادية للمسافرين والبضائع وكذا وسائل النقل المختلفة بشكل يومي، ما يجعل عمل الجمركي يكتسي أهمية بالغة في مراقبة وتيسير عملية المرور رفقة المصادر القانونية والمنظمة لعمله. تفاصيل عن عمل الجمركي والمهام المنوطة به مع محمد الرزي ومحمد يتاس. هذا جزء من بعض الإجراءات الروتينية التي يتبعها رجال الجمارك في عملهم اليومي بالمركز الحدودي القرقرات. هذا الفوليو أعطيني الورقة الخضراء ONXX، مراقبة للوثائق والسيارة، وبعدها إلى هذا المكتب للتصديق على انتهاء الإجراءات. الإجراءات عادية بالنسبة لي، تتم مراقبة جميع الوثائق، رقم اللوحة، رقم الهيكل السيارة الشاصي، أمور بالنسبة لي أنا عادية، تيقوموا بالواجب ديالهم على أحسن ما يرام. سيارة ملي كتجي ضروري خاصك تجيب الورقة البيضاء ديال الديوانة كارت غريز فوليو، كيجي عندك كيشوف الباسبور، خاصك تكون طابع في الباسبور عند البوليس، كيجي كيطبع عليك الورقة البيضاء وانت مولاها حاضر، مولاها الشخصي حاضر. مراقبة وسائل النقل العابرة بهذه النقطة الحدودية تتم من خلال جهاز كشف بالأشعة، جهاز ساهم في معالجة أكثر من 33 ألف سيارة وشاحنة السنة الماضية، مسفرة في الكشف عن عدة محاولات غش وتهريب البضائع ومحاولات الهجرة السرية. كما قامت المصالح الأمنية والجمركية بمصادرة كميات كبيرة من السجائر المهربة والأدوية ومواد غذائية مختلفة. كما قامت مصالح الجمارك بالمركز خلال الثلاث سنوات الأخيرة بحجز أكثر من 140 سيارة موضوعة صريحة بالسرقة. مهمة رجال الجمارك وهي مهمة مزدوجة، بحيث أن هناك يسهرون على جانب اقتصادي، وهي أن محاربة التهريب ومراقبة السلع وتعشيرها، كما أنهم لهم مهمة أخرى، وأننا نقوم بعمل اللي هو كيساعد إدارات أخرى كمحاربة الغش، كمحافظة على الصحة للمواطنين إلى غير ذلك. وللرفع من مستوى هذا المركز تعمل إدارة الجمارك بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية العاملة بالمركز الحدودي على وضع الآليات الضرورية للبدء في معالجة عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق النظام المعلوماتي بدر، وهذا يتطلب من المتعاملين المرور إلى وضع تصاريح جمركية لعملياتهم التجارية، الشيء الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على جميع المتدخلين في هذا المجال. نفس الوفد الذي حل صباح يوم أمس بالمركز الحدودي القرقرات قام بزيارة لمكتب إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة في مركز بئر الجندوز، حيث تعرف على المرافق التي يضمها المركز مع تقديم شروحات حول اختصاصاته ومهامه الميدانية. وإلى قرية الصيد لمهيريز انتقل وفد المسؤولين الذين زاروا المركز الحدودي القرقرات صباح يوم أمس الثلاثاء، حيث تعرفوا على تفاصيل مخطط تنمية قرية الصيد الذي يشمل تجهيز مجموعة من البقع لتوفير السكن للبحارة بالمنطقة، إضافة إلى تقديم شروحات حول مشروع ميناء لمهيريز. محمد تروزي ومحمد يتاس. ما أنجز وما سيتم إنجازه بقرية الصيد لمهيريز بالأرقام والوثائق في زيارة مسؤولين جهويين ومركزيين للمنطقة. تفاصيل عن المخطط الشامل لبرنامج تنمية قرية الصيد والذي سيغطي 78 هكتارا يسعى من خلاله المشرفون على ميلاده إلى تجهيز أكثر من 600 بقعة. وبنفس المكان تفاصيل أخرى قدمت للوفد نفسه عن مشروع بناء ميناء المهيريز والذي حددت له ميزانية بلغت 114 مليون درهم. هذا الإنشاء ديال الميناء غيمكننا باش نعطيو الدفعات الإضافية باش يكون هنا قطب للتنمية في السنوات المقبلة إن شاء الله، وربما أن تواجد هذه المنطقة هذه ديال المهيريز عندها خصوصيات اللي كتأهلها باش تكون قطيرة بالنسبة للإقليم أوسرد، قطيرة تنموية بالنسبة للإقليم أوسرد. هذا المخطط التنمية اللي كاين فيه تقريبا واحد المساحة ديال 78 هكتار، فيه واحد 607 بقعة ديال السكن. هذا المخطط الشامل. أما المخطط الشطر الأول
فيه 21 هكتار و 259 بقعة. أهمية هذا الميناء أنه ليكون يعني بوابة مهمة بالنسبة للإقليم أو السرد، لأنه هذا الميناء ليكون دونك مصدر أساسي اقتصادي بالنسبة للإقليم، وله يمكن هنا السفن من نوع السردين والبالانغري والبارك ممكن يعني يخو فيه المنتجات ديالهم، وغادي يعطي يعني قيمة إضافية للإقليم. شروحات وتفاصيل عن مخطط تجهيز وتنمية قرية الصيد المهريز ومدخلها ومشروع الميناء في زيارة عدد من المسؤولين، زيارة تأتي لبدء العمل في تنمية عمرانية واقتصادية تساهم في تقوية وتثمين المنتوج البحري بقرية الصيد المهيريز بأقصى جنوب المملكة. قبيل انطلاقته أوائل شتنبر المقبل، عقد اليوم بمقر ولاية جهة العيون بوجدورة الساقية الحمراء لقاء ترتيبي حول الإحصاء العام للسكان والسكنة. اللقاء ترأسه ولي الجهة وحضره المنتخبون والأعيان ورؤساء المصالح الخارجية ومسؤولون أمنيون. محمد المصطفى خية وصالح رقيبي. خلال هذا اللقاء التواصلي تطرق والي جهة العيون بوجدورة الساقية الحمراء لأهمية القصوى التي يحظى بها الإحصاء العام للسكان والسكنة برسمه هذه السنة، داعيا مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذه العملية لضرورة تضافر الجهود لإنجاحها وضمان مرورها في أجواء جد إيجابية. ممثل المندوبية السامية للتخطيط بالعيون تطرق والآخر لمختلف حيثيات هذه العملية وتاريخ انطلاق تسجيل الراغبين في تأطيرها والتي ستستمر لغاية 20 من هذا الشهر. العرض تناول أولا واحد نظرة موجزة عن عملية الإحصاء، الأهداف ديالها، الفئات السكانية المستهدفة إلى آخره، ثم الإطار القانوني المؤسساتي اللي نظم هذه العملية، ثم بسطنا أمام الحضور الكرام مجموعة الإمكانيات سواء البشرية أو المادية المطلوبة من باحثين، مشرفين، مراقبين، كذلك السيارات المطلوب تجنيدها إلى آخره، والبرمجة الزمنية اللي من المرتقب على أنه يجري بها الإحصاء العام للسكان والسكنة. الهدف من هذا الاجتماع أولا على أنه تحسيسي لتحسيس الجميع المشاركة في هذه العملية الوطنية الهامة، وأيضا التحسيس بالمشاركة، ثم التحسيس من جانب الأسر على أنه بعد ما جنت الدولة كل هذه الموارد على أنه استقبال الأسر لهذه الباحثين في الميدان يكون استقبال لائق وتجاوب بشكل مثمر. سينطلق الإحصاء العام للسكان والسكنة ابتداء من فاتح شتنبر المقبل وسيستمر لغاية 20 منه، وهي عملية تنظم كل 10 سنوات وتعد مناسبة للوقوف على التطورات الحاصلة في مجال السكان والسكنة على الصعيد الوطني. نظمت الغرفة الفلاحية بالعيون لقاء تواصليا لتدارس البرنامج الوطني لترقيم الإبل الذي وافقت عليه الوزارة الوصية مؤخرا، إجراء سيساهم في التنمية الحيوانية بالجهات الجنوبية الثلاثة. سرك رحال ومحمد مولود ملاخف. في مسعى لتثمين المنتوج المحلي وتأهيل قطاع تربية الإبل بالجهات الجنوبية الثلاث، يأتي اجتماع اليوم بالغرفة الفلاحية بالعيون من أجل التحضير للبرنامج الوطني لترقيم الإبل. حلقتان إحداهما إلكترونية سوف تحملها رؤوس الإبل من أجل تأطيرها وتنظيمها، إجراء سيساعد الكسابة المحليين على الحصول على الدعم اللازم من وزارة الفلاحة الوزارة الوصية، ويساهم في تشجيعهم على تسويق منتجاتهم وطنيا في انتظار تسويقها على المستوى الدولي. الرسالة الأولى شكر للسيد الوزير اللي كيستجاب لجميع المطالب اللي تقوم بها تطلبها الغرفة الفلاحية وكسبت هذه الجهة، واستجاب لهذا المشروع اللي هو مشروع مهم، هو مشروع الترقيم اللي يعطي قيمة مضافة لهذا القطاع وينظمه ويعطينا دراسات مؤكدة وأرقام حقيقية للتعامل مع هذا القطاع. الرسالة الثانية وهي بأني ندعي جميع الكسابة اللي متواجدين في المنطقة بالتعاون وبإلاء الأهمية الخاصة لهذا المشروع، لأنه مشروع مهم وكيتعلق بتنمية هذه السلسلة. هذه العملية عندها مزايا عدة على الفلاحة، غادي تسهل التأطير التقني والتأطير الصحي، غادي تسهل الولوج للأسواق الوطنية والخارجية، وكذلك غادي تسهل تتبع المنتوجات وتثمينها فيما بعد، وغتسهل الولوج إلى عدة خدمات بيطرية وتقنية، الولوج إلى الدعم اللي هو مبرمج لهذه السلسلة ديال الإبل، وهذا يعني برنامج مستر في سياق مخطط المغرب الأخضر.
وتجدر الإشارة أنه من دواعي نجاح هذا المشروع إشراك مختلف الفاعلين محليا، خصوصا الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الكسابة ومهني القطاع وإيلاء الأهمية بالخصوصيات المحلية لقطاع تربية الإبل لتحسين المردودية والنفع على الكسابة المحليين. لقي الاستثمار في مجال تثمين نبتة الصبار بإقليم سيدي إفني نجاحا لافتا، بحيث تعددت المشاريع المهتمة بهذا المجال. تفاصيل وفي ريبورتاج محمد المصطفى خية، محمد مشنان وإبراهيم جولي. هنا وعلى صعيد إقليم سيدي إفني بذلت مجهودات جبارة لإنعاش وتطوير إنتاج الصبار والأرجان، بحيث انخرطت مختلف القطاعات بمن فيها المديرية الإقليمية للفلاحة بسيدي إفني ضمن المخطط الفلاحي والرامي للنهوض بأوضاع المجموعات والمقاولات والتعاونيات ذات النفع الاقتصادي. فكان لهذه المشاريع النجاح وصبت مجملها في التعريف وتسويق مختلف هذه المنتوجات. بالنسبة لسلسلة صبر في منطقة سيدي إفني تتكتسي واحد الأهمية كبيرة، بحيث أن هناك ما يفوق 40,000 هكتار من المساحات الموروثة. لذلك ارتأت وزارة الفلاحة أنها تقوم بتثمين ديال هذا المنتوج هذا اللي كيناهز 226,000 طن سنويا. لذلك فقد قامت بإنجاز واحد المشروع اللي كانت من أهم المكونات دياله هو إنشاء 105 كيلومتر ديال المسالك القروية. هذه المسالك القروية اللي قامت بفك العزلة عن الحقول، وبالتالي تم الاستفادة أكثر من المنتوج اللي كيكون في هذه الحقول هذه. وتشمل مختلف المشاريع أيضا إنتاج مواد تجميلية مختلفة ذات الصلة بالصبار والأرجان، وتشغل يد عاملة كبيرة تنخرط موسميا في هذا العمل على أن تساهم في التعريف بمؤهلات سيدي إفني في هذا المجال. هذه زريعة ديال الأكناري، يعني اللي كيشد من لونيتي الفوق كيجعلنا هنا الشركة وكيخدموه نسا، كيحيدوا منه الزريعة كيبطل الغض الآخر كيعاود يطحنوا في لماشين كيتغسل وكيتنشر وكيتشمش. هذا مناش كنخرجوا الزيت ديال الأكناري. الدور ديالي في هذا الأرجان هذا كنمشي نقشروا في واحد الماشين الأولانية، ندي العيالات كيحيدوا من القشرة الأولى، بعد كنجيب عاوتاني دوك القين ديالهم وكنطحنهم في تهرسهم هذا الكونكاساج هذي، وكنديهم عاوتاني للعيال باش يتريو من دوك الحب ديالو باش ندير مزيان. قطاع الفلاحة بسيدي إفني أولى عناية خاصة للصبار والأرجان اللذين تعرف بهم المنطقة، وهو ما أدرج ضمن مخطط المغرب الأخضر كاستراتيجية مستقبلية تروم تطوير هذا القطاع. غير بعيد عن سيدي إفني وتحديدا بجامعة عوينة غمان القروية التابعة لنفوذ إقليم أسازاك، نظمت المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وبتنسيق مع جمعية الراشد للرماية والقنص والمحافظة على البيئة، نظموا حملة إحاشة الخنزير البري بمنطقة كيرة الفلاحية. الحملة تأتي في الوقت الذي باتت أعداد الخنازير البري في تزايد بالمنطقة، الأمر الذي تسبب في إتلاف العديد من المحاصيل الزراعية. علي الكبش، محمود طويف ومحمد بعيرس. توجيهات ونصائح قبيل انطلاق حملة إحاشة تسعى إلى إيقاف جحافل الخنزير البري هنا بمنطقة جير ضواحي جماعة عوينة غمان القروية، استجابة لعديد الشكايات التي تقدمت بها ساكنة المنطقة لدى الدوائر المعنية، حيث باتت أعداد الخنازير البرية في تكاثر، وهذا ما يتهدد السكان وممتلكاتهم خاصة محصولهم الفلاحي. هذه العمليات التي تقوم بها المديرية طبعا تتم في إطار واحدة الاستراتيجية من أجل الحد من الأخطار التي يسببها هذا الحيوان البري على المحاصيل الزراعية للساكنة، والتي كانت موضوع عدة شكايات من طرف مختلف ساكنة المنطقة، وفي هذا الإطار الساكنة كتحبذ هذا المنطقة ومتعاونة معنا فيها قبالة من أجل الحفاظ على منتجاتها ومن أجل الحفاظ على مزارعها وخاصة ما يتعلق بمغروسات الصبار. العملية الثانية التي نقوم بها في هذه المنطقة، منطقة قير، عملية إحاشة للخنزير البري، والحمد لله ضبطت دازت مزيانة، ما فيها أي حدث.
عملية الإحاشة هذه هي الثانية من نوعها بالإقليم هذا الموسم، حيث امتدت طوال يوم كامل وعرفت صيد أعداد مهمة من الخنازير البرية نتيجة تعبئة الجميع من أجل الانخراط في هذه البادرة التي خلفت استحسانا لدى ساكنة المنطقة وخاصة فئة الفلاحين منهم. الخنزير البري أعطى لنا ياسر من الصبار وياسر من الأحراث، وحقيقة نشكره الناس قبالة حتى، ونبغى هذا الشيء تم يتكرر كل سيمانة والله كل قاع باش كانوا يبيعوا عنا الخنزير يمسحوا لنا من هاي الأرض لأنه أعطوها حتى. وحدها إحاشات كهاته بمقدورها الحد من خطر الخنزير البري وإيقاف جحافله التي غدت همنا يقض مضجع هذه الساكنة. نظمت جمعية الشاطئ الأبيض للتنمية والبيئة بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة بإقليم قليميم نشاطا بيئيا احتفالا باليوم العالمي للماء والغابة، أنشطة تحسيسية وتوعوية حول أهمية المحافظة على البيئة استفاد منها عدد من تلاميذ مجموعة مدارس الشاطئ الأبيض. حجاب تامك ومحمد فاضل عبيدة. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للماء والغابة نظمت مجموعة من الأنشطة البيئية لفائدة تلاميذ مجموعة مدارس الشاطئ الأبيض، أنشطة تمثلت في حملة نظافة داخل وخارج محيط المؤسسة بالإضافة إلى عملية تشجير وورشات في الرسم، نشاط تربوي تهدف من خلاله جمعية الشاطئ الأبيض للتنمية والبيئة إلى النهوض بالوعي البيئي وتوجيه رسالة للتلاميذ وكذا الساكنة بضرورة المحافظة على البيئة والعناية بالمناطق الخضراء. هذا النشاط يعني كيأتي بهدف توعية التلاميذ على أهمية التربية البيئية والمحافظة على البيئة وحماية الغابة مختلف مواردها الطبيعية منها الماء والأشجار. أولا تنمية الحس البيئي لدى المتعلمين. المسألة الثانية الوعي بأهمية الشجرة وضرورة الحفاظ عليها من خلال مجموعة من الأنشطة تمثلت في حملة نظافة داخل محيط المؤسسة وخارجه، حملة تشجير يعني غرس واحد المجموعة من الأشجار داخل محيط المؤسسة. أنا شاركت اليوم مع التلاميذ ديالنا باش نغرسوا الأشجار في المدرسة ديالنا. ويدخل هذا النشاط البيئي في إطار البرنامج السنوي للجمعية والرامي إلى توعية التلاميذ على المحافظة على البيئة وحماية الغابة. وفي الختام تم توزيع بعض الجوائز التحفيزية على التلاميذ المشاركين في هذا النشاط البيئي. نظم المجلس العلمي المحلي بقليميم بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية أيام ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عرف التنظيم مجموعة من الفقرات والأنشطة الفنية والثقافية بالإضافة إلى إقامة حفل تكريمي لبعض النسوة الفاعلات داخل المجتمع. عودة مع حجاب تامك ومحمد فاضل عبيدة. أيام ثقافية ودينية تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أيام شهدت تنظيم مجموعة من الندوات العلمية حول المرأة بالإضافة إلى إقامة معرض للتراث الحساني والأمازيغي وعرض مختلف الإبداعات والمنتوجات النسائية. وبنفس المناسبة أقيم حفل تم من خلاله تكريم عدد من الواعظات وجمعيات نسوية بالإقليم. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظم المجلس العلمي المحلي بقليميم والمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية يومين ثقافيين. الهدف من هذين اليومين الثقافيين هو إحياء هذه المناسبة ثم إحياؤها بنوع جديد، حيث نظمنا معرضا حول المرأة يدور موضوعه حول المرأة في القرآن في السنة، المرأة المغربية، المرأة الودنونية، ثم أيضا موازاة مع هذا المعرض اللي فيه التراث الحساني والتراث الأمازيغي. برنامج الحفل والمنظم من طرف المجلس العلمي المحلي بقليميم والمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عرف كذلك إلقاء مجموعة من الكلمات احتفاء بهذه المناسبة وقصائد شعرية بالإضافة إلى أمداح نبوية من إبداع تلميذات بعض المؤسسات التعليمية. سلك رحال وجديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد إن شاء الله.
نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس من يومية الأخبار التي كتبت في صفحتها الأولى: تستضيف الرباط منذ اليوم الاجتماع الخامس للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يشارك فيه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وهو المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة إلى جانب 11 بلدا من بينها بلدان المغرب العربي. وكشفت الأخبار أن المسؤول الأممي سيجري سلسلة من المباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة بهدف وضع استراتيجية مستقبلية لمكافحة الإرهاب بالمنطقة، وذلك بعد تنامي الجماعات المتطرفة الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا. أما يومية الصباح فكتبت في عددها الصادر يوم غد الخميس أن مصادر دبلوماسية كشفت أن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري سيحمل معه إلى المغرب تفاصيل دفعة جديدة تريد واشنطن إعطائها لمسار المفاوضات بخصوص ملف الصحراء. وأوضحت الصباح أن المصادر ذاتها رجحت أن يعرض رئيس الدبلوماسية الأمريكية الخطوط العريضة للخطة الأمريكية على نظيره المغربي صلاح الدين مزوار، وذلك على هامش الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية التي ستبدأ أشغالها يوم الجمعة تحت شعار تعزيز علاقات التعاون المتينة بين البلدين. ومن يومية المساء نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس، حيث كشف ملاحفظ العالمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بأن الاستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة ستساهم في توفير نصف مليون منصب شغل بمختلف مناطق المملكة من شمالها إلى أقصى نقطة في جنوبها. ووضحت المساء استنادا لما جاء على لسان المسؤول الحكومي بأن مناصب الشغل الجديدة التي ستخلقها الاستراتيجية الوطنية للصناعة سيكون نصفها عن طريق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنصف الثاني عن طريق النسيج الصناعي الوطني. انتقل إلى عفو الله تعالى سيد أحمد الخليفة ولد حماد عن سن تناهز 84 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلتي توسا، كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم وليد بوزرواطة ولد مبريك ولد المامي ولد البخاري عن سن تناهز 70 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة الأدعمني. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم بحريق عبيد ولد بالعيد عن سن تناهز 46 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة مسعود، تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإني لله وإني إليه راجعون. والآن إلى الفقرة اليومية الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة بأقل من الجنوبية ليوم غد إن شاء الله: سحب عابرة مصحوبة بأمطار متفرقة ستهم جوار السواحل شمال طنطان خصوصا خلال صباح يوم غد. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 9 درجات بإقليم طاطا و17 درجة بإقليم أوسرت، في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 28 درجة بأوسرد و17 درجة بإقليم إقليم. حالة البحر بالواجهة الأطلسية: سيكون البحر قوي الهيجان شمال طنطان وهائج ما بين طنطان والداخلة وقوي الهيجان جنوبي سواحل الداخلة. شروق الشمس بمدينة العيون غدا بمشيئة الله سيكون على الساعة 7:46 دقيقة، أما الغروب سيكون في حدود الساعة 8:07 بحول الله. درجة الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا 33 درجة بين واكشوط، 25 درجة بين واديبو، 22 درجة بتندوب، 28 درجة بين راموني، مع تسجيل 14 درجة بالعاصمة الرباط. في ختام هذه النشرة المباشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتت متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت www.snrt.com، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي لاستشارة الشؤون الصحراوية www.corcas.com. كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهاتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من أبل ستور والجوجل بلاي. كما تلتقون غدا إن شاء الله مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. شكرا لكم على حسن المتابعة ورجاء ممتعة مع بقية برامجنا، وإلى الملتقى إن شاء الله.